السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقت دبلو دبلو مين كاتب؟ هذا لكم حلقة النهاردة. طبعا النهاردة محمد منهم كان شاطر بس ما شاء الله عليه. كلب كبير كان حلو فحلو طبعا بتاع الدراسة. بس طبعا ده بتاعنا احنا. ومين ده بتاع تفتيش وكده لما بيقولوا له سيرش بيجوا يفتش منو؟ هو شرس ثابت ميلو داون داون ثابت ثابت ميلو ستاي كده. هاي طب برا عامل ايه معاك لما دخلت البيت وهو كان داخل وراه هجم علي وانا طبعا زجيت الباب وده دخل ميلو طار عليه كان محمد جاي يلمسني قلت له اتاكد يا ميلو ميلو طلع ميلو من غير الاشاره بس لما لمسني ممكن اعرف ميلو من غير الاشاره هو خاف على صح شفت الكلب بقى الحساس خاف على صح ما رضاش محمود يلمسه وانت انا طبعا بعرف انت بتعرفني بعتني اكسر سلسله سلسله تكملوا